هذه وقفة احتجاجية أمام السفارة الروسية في لندن، يقوم بها نشطاء روس وداعمون لقضية السجناء السياسيين في روسيا، ويرفعون شعارات عديدة تندد باعتقالهم وحبسهم، وشعارات أيضا تندد بالحرب في أوكرانيا من قبيل ارفعوا اليد عن أوكرانيا، ويدعون أيضا للوقوف بوحدة ضد النظام الروسي. رسالتنا الرئيسية هنا هي المطالبة بالحرية لكل السجناء في سجون نظام بوتين المحبوسين في روسيا، وكذلك الأطفال الأوكرانيون الذين تم أخذهم من المناطق المحتلة في أوكرانيا. جئنا لإحياء ذكرى كل ضحايا النظام الروسي بما في ذلك الأطفال والسجناء السياسيون والأشخاص الذين اضطروا للهروب من أوكرانيا وروسيا، الذين لا يستطيعون الخروج في تظاهرات في شوارع روسيا والقول كم مأساوي الوضع هناك. ونحن هنا من أجل هؤلاء الذين يعانون من النظام. هنا أظهرنا أننا لسنا وحيدين، فالكثير من الناس جاءوا والأجواء رائعة وتم ذكر الكثير من المسائل المهمة. التظاهرة تأتي بالتزامن مع عيد ميلاد المعارض الروسي أليكسي نافالني، وفيها عدد من الخطابات والمتحدثين ضمن حملة تدعو للحرية للمعارض الروسي نافالني، بالإضافة للحرية لكل السجناء أصحاب الرأي السياسي. يعتقد هؤلاء أن على الأقل 550 شخصا يسجن في روسيا حاليا لأسباب سياسية. يقومون أيضا بكتابة الرسائل الخاصة لنافالني والسجناء، ويعتقدون أنها وسيلة مهمة للتعبير عن الأمل والدعم لهم. عمر شاكر، الحرة، لندن.